سلامتك يا اخي. سلام عبد الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني قدماء الجيش الوطني الشعبي لجميع الفئات، سلام الله عليكم. قلنا نديرو يكون عندنا لقاء نهار الحد في قسنطينة، واليوم الحد ورحنا لقسنطينة ونتكلموا واش اللي جرى في قسنطينة وعلى المستوى الوطني وعلى الإرساليات اللي هي الغربية. نتكلموا على الأحداث تاع اليوم وش اللي صرا بيننا وبين رئيس الدائرة لقسنطينة، رئيس دائرة لقسنطينة لناحية القصبة، ومدير صندوق الجيش. سلام الحسن. او قاعد تكوبا فيه شويه السينيور الفيديو هذا. سلام، الله يسلمك عمار شمار. قلنا اليوم تم اللقاء يوم 23/7/2023 رئيس الدائرة لولاية قسنطينة ناحية القصبة ومدير صندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية الناحية الثانية العقيد معصم الشافعي. نتكلم عن النقاط هذو شوية. السينيال على الفيديو هذا برك. بوه قلنا اليوم 23/7 كانت لنا زيارة القسنطينة لاستفسار على بعض القضايا أو مطالب المناضلين على المستوى المحلي لشؤون اجتماعية مع رئيس الدائرة، قلنا ومدير صندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية الناحية الخامسة العقيد معصم الشافعي. نتكلم أولا على الإرساليات اللي في الناحية الثانية اللي هبطوا وتنزلوهم في صفحات التواصل الاجتماعي في معسكر في تلمسان غليزان، ويقولوا باللي يروحوا يدفعوا الملفات. وحنا نتكلم الإرساليات اللي هبطوا في النواحي في الناحية الثانية للولايات معسكر وتلمسان وغليزان والبيض، وسبق ودار المنسق الولائي لولاية البيض بوعافية باش الناس تلتحق وهاي كذا كذا، وتكلمت هنا ولكن لا حياة لي من تنادي. يعني احنا قلنا كي يعود كانش ميساج احنا نبلغو الناس به وش يكون بشفافية. هاد الميساج اللي هبط ماهوش هابط اليشان ناسيونال وطنيا، يعني الارسالية كي تجي من دالي الوطنية اللي كاس كامل ولا اللي سيامات ولا مي جات للولايات هادو. وقلنا احنا ما تقلقوش وما تروحوش اللي سيامات حتى نهار الحد ان شاء الله ونهضرو، وتكلمت في الفيديو، ولكن صرا ما صرا والمنسق الولائي تاع ولاية البيض تصرف تصرف مع الباليش، وهضرت معاه انا. مي ليسونسيال الولايات الناحية الثانية ما قلنا تلمسان وغليزان ومعسكر والبيض، المناضلين يدفعوا الملفات السيامات تاع الولايات وباقي الولايات اللي ما عندهمش الارساليات. واحد ما يتحرك للسيامات تاعو كيبعثوا هما من السيامات تروح. علاش تروح للولايه؟ علاش تروح تدفع الدوسي؟ باسكو لي دوسي الاولين اللي يدفعوا الدواصل اللي دفعنا في 2020 في الناحية تاع الولايات. وأنا درت فيديو من قبل على ولاية مستغانم وقلت يروحوا يدفعوا الملفات تاع ولاية مستغانم، نفس الكلام اللي تكلمتوا على مستغانم هاو زاد صرا درك في البيض وصرا في تلمسان. علق الورقة باش تروح تدفع الولاية اللي علقولها الورقة ولا نشروا الميساج في الولاية يروح، اللي ما عندوش في الولاية ما كان لا يروح. باسكو الملفات هادوك في السيدي يكونوا الأشخاص والملفات تخلطوا، ملفات خلطو تاع الولايه هذيك ما لقاوهمش ولا بدلوهم ولا نساوهم ولا ليسونسيال في السيدي كاينين مي لا باباراس ما كانش.
كلا ندخلوه في كلام خلاف ونهضروه هضره خلاف، ولا نقيسوا المؤسسه العسكريه، ولا نقولوا وضرت الكواغط وصرا وجرى، ما كلا نهضروا هضره. هادو كواغط، كل واحد كواغط، واحد عنده ملف مدني، واحد عسكري، واحد ليسونسيال كامل لي فوتوكوبي، ما عليكم غير تعاودوا الملفات. يبقى هادو الولايات اللي من معنيين يدفعوا غير هما الملفات، سواء تأديبي ولا نهاية العقد، يروح يعاودوا اللي فات في الخبرة ويلقاوه باللي فات وفي الريزو فات هاميز لو غارديو الدوسي تاعو، واللي ما فاتش في الخبرة ما يعاودو يحكمو باش يرابليوه وما يبدلش التليفون تاعو، يخلي النيميرو تاع التليفون تاعو باش يتصلوا به ويبعثولو للخبرة. كاين اللي على مستوى البليده ولا اي ناحيه مام في الرابعه، كاين اللي ما لقاوش الدوسي، هو في السيدي كاين وكاين لادريس والتليفون، مي لا بابراس ما كانش. خليو لي حنا لا قلنا لي نيميرو التليفون تخليه ما تبدلوش، ما تطيش الرقم هذاك باش يتصلوا، اون كي يروح الدوسي ولا يتصلوا ويقول لك جيب الدوسي. كاين ناس بزاف عيطوا على محدهم وما داروش الميساج. هادو تاع الولايات حبوا يعاودوا كامل باش ما يخليو حتى واحد، حبوا يعاودوا يجيبوا لي دوسي كامل اللي فات في الخبره هاو فات، واللي فات في الخبره وخاصو ملف تكميلي هاو يديه، واللي مازال ما فاتش هاو يدي الدوسي كومبلي وزاد دماء الملف التكميلي سما داوه كومبلي. هاد العمليه تاع الملف التكميلي هنا في ولايه ميلا في 2021 دفعوا الملف التكميلي، في 2021 دفعوا في سيما سيجيش، يعني مش عمليه جديده ولا عمليه هكذا حنا نتقلقوا ونقولوا سي بوا يمشي تاي مريق لايك هذا كذا. هذه عامل اداري كل سيما في الولايه تاعو يحب يعاود يريق لا باباراس تاعو ما يكونش مشاكل ويعاود يبعثوا لهم الخبره حتى حاجه جديده ما كانش. قلنا جديده حاجه ما كانش، كي تعود جديده ان شاء الله نهضروا. هذا فيما يخص الارساليات. باقي الولايات على المستوى الوطني واحد ما يروح للسيما يقول علاش باغ اكزومبل تاع تبسه مثلا يقول كيفاه في معسكر راحوا وحنا ما بعثتوناش. يعني ولايه مناضل من الولايه ما يروح للسيامس ويقول علاش الولايات هذوك بعثوا لهم التكميلي وحنا ما بعثتوناش، سواء تاديبي ولا نهايه العقد. واحد ما يتحرك لي سيامس ونزيدو تصرا ضجه ونوليو. هذا قلنا المشكل واش هو المشكل تاع لا باباراس، عاودوا الملفات ربع ولايات ولا ثلاث ولايات وخلاص، يلموا الملفات تاعهم في اسرع وقت درك يلموها، ممكن اليوم يلموا ويخلصوهم وتحبس العمليه هذه. لي تليفون خليو لي تليفون اللي ما لقاوش الدوسي تاعو المستوى الوطني في جميع النواحي ما يتصلوا بيه يقولوا جيب الملف. كاين اللي يدي الملف يعاودوا ازيرو بالملف الطبي بالملف التكميلي ويدي، مي حاجه جديده ما كانش، حاجه جديده اي ما كانش. هذه باش نهضروها هنا وما كلا تأول في لي فيديو وتأول في الهضرة والناس وتخلطت علينا، واحد يقول له كيف هذاك وهذاك بما كلا. هاني هضرت الشي اللي كان، هاني هضرت وهذا هو. واحد ما يروح للولاية تاعو ويحوز الولاية اللي بعثت وعلقت لاليس قال جيبوا الملفات يروح ابارسا، واحد ما يتحرك من الولاية من دارو ويروح للسيامة تاع الولاية تاعو يبقى يعيط تم ويقول كيف احنا نسيتونا وكذا، ما كلا. او نهضروا هنا وان شاء الله الفيديو. الحاجة اللي نتكلموا عليها تاع الأمراض المستعصية، أمراض المستعصية لنهاية العقد وعنده المرض صح مريض الله يحفظه ويسترنا ويستركم، أو السينيال على الفيديو هذا وراح يتكوبا. وراح يتكوبا الفيديو. الامراض قلنا المستعصيه بشرط نهايه العقد، بشرط نهايه العقد. الامراض المستعصيه تروح للمنسق الولائي ولا هذاك العسكري يهز الملف ويروح للسيامات يستقبلوه بشرط يكون مريض صح. الا ما داوهش الا ما راحش في الفيكيل تاعو يديو في سياره الاسعاف حتى للسبيطار ويدير ان شاء الله ويروح وربي يشفيه، نتمناو يشفى. هذا قلنا حنا على نهايه العقد. تاديبي ما كاين، لا تقول انا مريض وانا ما فتش. حنا كي نوصلوا لمرحله التاديبي نهضروا على التاديبي، ودرك حنا نهضروا على التاديبي. لي سيما هنا في الشرق كاينه تا ولايه الطرف، اي واش دابا ممكن تفتح ليامات هادو، بقاو اتصلوا بالبوني بالسيما تاع البوني في عنابه
وتعميله يبقاو يخدموا مع قسنطينه حتى ان شاء الله يوجدوا المقر هنا في ولايه ميله ونوليو كامل بليسيه ماس ان شاء الله وقراب في الولايات. تاع الطرف قريب يتفتح يكملوا تاع الطرف في ولايه عنابه، اللي عنده مشكل يروح للسيامه تاع عنابه البوني. نقطه خلاف تاع الملفات او فيت التأديبي، التأديبي لجميع النواحي على المستوى الوطني في ستة راهم خادمين لي دوسي اللي وجدوا لهم الشيء اللي وجد راهو طلعوه لدار ابراهيم، هما راهم يستناو غير في الامر يجي ولا الارساليه ولا القوائم الاسميه للصناديق المعاش، غير يهبطوا القوائم من دار ابراهيم للنواحي يتصلوا بالناس. حافظوا على الرقم الهاتف تاع التليفون تاعكم، ولا اللي دفعوه وصاحبه ما جاتش ما جاهش للاخر يقدر يزيد يتصل بالسيامات ولا بصندوق المعاشات تاع الناحيه تاعو. اللي عنده اللي مازال ما دفعش الملف سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، اللي خارج الوطن ان شاء الله يجيب بخير وعلى خير والباب مازال مفتوح ما يتقلق ما والو اللي خارج الوطن. اما اللي هنا وبدل الاقامه، كاين يسكن في ولايه والماتريكيل تاعو في الولايه تاعو وراح للولايه هذيك، ما كان لا يعاود يرجع لا ريجيون تاعو ويدفع، عنده الاقامه يدفع في الناحيه بني ساكن في الاقامه تاعو، عنده الحق باش يدفع، ما كان لا يدي بلاصه للناحيه اللي تابع ليها. قلنا التأديبي يهبطوا القوائم الاسميه من دار ابراهيم، يكون الاتصال حافظوا على رقم الهاتف تاعك ما تزيدوش تبدلوه، ممكن وقت يخصو، ممكن الدوسي ما يلقاوهش، ممكن لي نيميرو التليفون اللي تحطوهم او هذاك هو. الولايات هادو تاع البيض وتلمسان وغليزان ومعسكر هاك مدفعوا في الملفات مي كومبلي كيما القديم وزدتو له درك الشاك والريزيدونس هذيك. اللي راح يدفع درك جديد انا بدابية يخدم ملف مليح، يخدم ملف تاعو مليح ماشي كيما الاول يخدم مرض منسوب، الرادياسيون تاعو يكون فيها الشطب، يكون السبب تاع الشطب يكون مكتوب، السبب تاع الشطب تاعو يكون مكتوب. اللي ما عندوش سبب في ورقه تاع الشطب غير ما كان لا تصرا كيما صرات في الاول، غير يروح يعاود لا رادياسيون تاعو في مكتب التجنيد، غير يروح يعاودها بويسكي تبعتها لا رادياسيون تاعك في الناحيه وما يلقاوكش السبب تاع الشطب راهم يكونفيرميو عليه باش ما تطولش، ادي لا رادياسيون تاعك هذه شهاده الشطب فيها السبب، دي فيها السبب خير فما تطولش الحكايه عليك، لازمك تدي السبب تاع الشطب. هذو نهايه العقد اللي تعطلوا كاين اصحابهم فاتوا هما دفعوا معاهم، ولا بليبار اللي ما عندوش سبب في الشطب شلطه كذا يقولوا نهايه العقد ويدفع، اللي ما بعثوا لهمش هو على باله بلي نهايه العقد الورقه تاع الشطب تاعو هي اللي عطلت، هما لازم يكونفيرميو المكتب التجنيد ويجيبوها صحيحه وما يعيطلكش باش نتفاهموا مليح مليح. باللي سلك الشهر هذا كاين اللي اتصلوا بيا وسلكوا الشهر هذا نقول لكم مبروك عليك. الناس اللي سلكت بدون استثناء اللي سلك سواء نعرفو ولا ما نعرفوش، ها وني نهضر الضغط رهيب والناس يدير في لي فيديو يدير في بعض التصريحات وتخلط النص وتخلط علينا كل واحد واش يقول. انا نقول لكم من المنبر هذا بصفتي كمنسق وطني كي من عاد الولائيين وهاد المناضلين، انا نقول اللي تسوى وريق الامورو يسكت ويحكم دارو ويخلينا نشوفو الحلول تاعنا، وبارك الله فيه وكتر خيره ويرحم والديه، يحبس
يحبس على التصريحات اللي يديرها. او نعرفه كاين جديد وصراو جرانا ليا ما كان له، انا في ضغط رهيب، واحد يدير الفيديو وحنا نتحمل المسؤوليه ولا شرطه سين جيم او قالوا قالوا نبقاو ما كان له. وشكون يقول لك فلان ما يقدرش راه حتى نهضر، يعني اللي يسلك اللي يسلك الله يرضى عليه يريح، اللي دا اللي يسلك اللي يسلك ودا من قبل البريافي. البريافي هادي مديروها بمرسوم، البريافي داروها بمرسوم، المرسوم يلغيه المرسوم اللي دا البريافي درك مازال له شوا الحق في لافاليد، اللي عنده الحق في لافاليد هاو زاد داه. مي المعاش ما يديهش هاو دا البريافي، والبريافي هادي باه يعاود يرجع الصوارد ويولي عاود يسلك من جديد يزيد يجيب المرسوم، وهذه هي ما كانش، هاي ما زالت ما وصلناش ليها. يعني يريح دا لانفاليد تاعو ويريح، ونستناو كاش يوم يفرج علينا ربي ويفرج عليه ربي ويزيد يعاود يريكيبيري المعاش تاعو ولا يرجع الصوارد. والله والله غير ضغط رهيب كي نقول انا فلان سلكت اخويا بصحتك، حنا ما قلنا لك ما دنا، ما قلنا لك دير لنا، ما قلنا لك ما ولو اخويا بصحتك سلكت الدوسي تاعك مليح، مرض مزمن ولا مرض منسوب ولا ديت بصحتك. وش هو سكات نهضروا مع بعضنا في التليفون كاين شي حاجه اللهم بارك، قلنا في بعضنا ولينا مضحكه بكل صراحه، ولينا مضحكه والله. ندخل انا عند بعض القيادات سواء سلطات مدنيه ولا عسكريه ويقولوا لي هذوك لي فيديو وهذوك التصرفات، والله نحشم كي تدخل اكتم التلفزيون. لهذا كل واحد حنا رانا كبار احترمونا وحنا نحترموكم، والاحترام هذا او يطول العشره. كانش تصريح من منسق ولائي، كانش واحد عنده مشكله خويا نتصلوا، حنا درنا التنسيق بيناتنا، يروح منسق ولائي كيما صرات في الغرب ويدير تصريح ويتخلط النص، ومن بعد المناضل يقول شوف ما كانش تنسيق لا بين الجهوي لا الوطني لا الولائي، هذاك يقول كاين، هذاك يقول ما كانش، هذاك يقول عوضوا مجرد عمليه روتينيه الملفات، ويتخلط النص. حنا درنا التنسيق باش ننسقوا مع بعضنا والمعلومه نجيبوها والصحيحه نمدوها للمناضل وحنا نمشيو، على واحد يصرح منه واحد يصرح منه وندخلوا في بعضنا. انت تقول له بالعقل ما ديرش الفيديو يقول لك اش تابعين يا ولدي، ما ديرش يقول لك شافها صاحبي، وهذاك يكتب وهذاك يصرح وهذاك يدير المنشور، على كيف نديرو؟ انا ما نصبرش والله بزاف، والله بزاف يا خويا. هاد السفينه يمشيها واحد، المعلومات كي نقول لك منجيبوها ونجيبوها، وحنا ونجريو على جميع الفئات ونطالبوا التسويه للجميع بدون استثناء بدون اقصاء بدون حنا رانا نعرفوا بعضنا ونتعاملوا مع بعضنا بالهاتف، القياده تعرفنا بالواحد بالواحد، الامن يعرفنا بالواحد، اي خلاص نريحوا ترانكي شويه. والله بزاف والله بزاف، انا ما قلت ما نقول، والله مع احتراماتي للناس كامله، الفيديو لازم يكون محترم، الهضره تكون محترمه، كلام الزايد مش مليح. الدوله تفرج فينا، القيادات مسؤولين سياسيين عسكريون من الخارج من الداخل، لازم نكونوا في المستوى، والله لازم نكونوا في المستوى وخلاص. بون نتكلموا على الزياره تاع قسنطينه اليوم لرئيس الدائره لولايه قسنطينه المقاطعه القصبه. اولا نشكروا على الاستقبال، مام اليوم ديبيت سومان شويه كانت الحاله مزيره، الاستقبال ما عندوش، حنا رحنا مالغري الضغط اللي عنده والأعمال مع الوالي والتحرك تاعو هكذاك، وخصنا وقت وتكلمنا وطرحنا الانشغال تاعنا ووضحنا له وتفاهمنا وهضرنا وحددنا موعد ان شاء الله يكون فيه لقاء ونتكلموا فيه جميع الانشغالات الشؤون الاجتماعيه لمناضلي ولايه قسنطين، وبربي ان شاء الله الباب يبقى مفتوح ونريقلوهم ماشي غير على قسنطينه، ونروحوا لجميع الولايات ونشوفوا كيتصل بينا المنسق الولائي ولا المناضلين ويقولوا عندنا مشكل، حنا ونتحركوا والشيء اللي نقدروا نديروه نديروه في حدود
الشيء اللي نقدروا نديروه في حدود ما يسمح به القانون، او نديروه ونجريو مع الناس كامل، وربي يفرح الناس كامل في الساكن والله في التسويه، والله نجريو بالشيء اللي نقدر. نشكره رئيس الدائره على الاستقبال اللي استقبلنا في ولايه قسنطينه، نقول له بارك الله فيك، وراح يكون عندنا لقاء قريب ان شاء الله. هذه الصباح لابريميدي رحنا للناحيه الخامسه الصباح افو لابريميدي، كان الموعد بعد الظهر حوالي الوحده ونص، رحنا كذلك ودخلت انا والمنسق الولائي لولايه قسنطينه كريم، وتكلمنا مع مدير الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكريه العقيد معصم الشافعي، طرحنا بعض الاسئله على هذه الارساليات على العمليه على كذا، وكان يجاوب بكل شفافيه. الشيء اللي العمليه ماشيه، اللي عنده الملف راه وسلك، اللي عنده مرض كما كنا نقولوا في نهايه العقد مرحبا به وروح للسيامه، بس بشرط يكون مريض صاحب الدوسي بما يترفضش. راهو قريب يخلص، ما بقاش ماشي حاجة، خلاص الأغلبية يعني نقول لكم أنا 95% خلاص نهاية العقد. تكلمنا على التأديبي وعلى السلبي، قال احنا خدمنا الملفات بعد ما وصلونا لهنا، خدمناهم وبعثناهم لدالي إبراهيم، يجيونا القوائم الإسمية من دالي إبراهيم، يجيو 1000 يجيو 2000 يجيو 5000 10000 القائمة اللي توصل، مع توصل ديريكتومون نوزعوها على الناس وعلى المواعيد الخبرة الطبية. احنا رانا بري، يجيونا غير القوائم من دالي إبراهيم نبداو العملية تاع التأديبي تاع نهاية العقد، راهي ماشية وبقوة. تأديبي هو كذلك يستنى في كانش إرسالية باش يمشي، ما عنده هو تاني كذلك لا تأديبي لا سلبي لا والو، هو حط الملفات اللي يجيه في القائمة الإسمية باش يفوت في الخبرة الطبية ويفوت. هضرها بكل شفافية، قعدنا حوالي 35 دقيقة هكذاك، طرحنا الأسئلة تاعنا وهو جاوبنا عليها بكل شفافية، ونقول له بارك الله فيك على الاستقبال، على التوضيح ما يمكن توضيحه، قد الأسئلة تاعنا الشيء اللي احنا حبينا نفهموها على الإرساليات على الناحية كيف ما كانش، وعلى تأديبي ونهاية العقد، وجاوبنا ونقول له بارك الله فيك على الاستقبال وعلى التوضيح على عملية التسوية. هذا الشيء اللي جرى اليوم في ولاية قسنطينة، يعني العملية ماشية كي بكري كي درك، اللي ما دفعش الملف يدفع السيامات، اللي مازال ما دفعش خلاص يروح السيامات تاع الولاية تاعو يدفع ويدير دوسي باهي ويدفعو. تأديبي واحد ما يتحرك واحد ما يدير حتى يعيطولك في القائمة الإسمية ولا بالتليفون يروح للسيامات ولا يروح لا ريجيون ويقول أنا كيفاه، استنى القائمة كي تجي أو يوصلك الميساج، يوصلك على السيامات ولا يوصلك عن طريق الدرك ولا بصاحبك ولا بقائمة اسمية، ليسونسيال أو يوصلك. اللي ما فاتوش في الخبرة الطبية وهما من نهاية العقد، المشكل راهو صاري في ورقة الشطب، في سبب الشطب، أما يبعثوا المكاتب التجنيد وهاذيك باش يجيبوا الموتيف. يعني العملية ماشية كي بكري كي درك، بالعكس زادت شوية السرعة، زادت السرعة في العمل بارابور ل 2021 وروح، زادت 2023 أواخر 2022 وبداية 2023 أي ماشية بقوة إن شاء الله. سمحوا لي، ألو، نقطة نتكلموا عليها تاع المنسقين الولائيين ولا المناطقي اللي عنده مشكل إداري على المستوى المحلي، يتصل بنا المنسق الولائي، نشوفوا الولاية اللي نروحوا ليها ونشوفوا المشكل تاعها على المستوى المحلي، ونريقلوه تما مع السلطات المدنية ولا العسكرية،
بطريقه بامتياز. لازم ما كان لا عياط لا والو، اللي عنده مشكل ما كان لا يعيط ولا يروح لنا الولايه ولا للدائره ويدير يقول عندي كذا كذا، يتصل نشوفوا الابواب كيفاه نوصلوا، نتصلوا نفتحوا البيبان نوصلوا. المشكل الرجلو، المشكل الرجلو، كي نقول لكم يترجل يترجل ان شاء الله بلا عياط بلا والو. المستوى الوطني لا منشورات لا فيديوهات لا تقرقيب قدام البيبان تاع الاداره، لا ندخلوا في صراعات. لا سيدي زكري اللي عنده مشكل ولائي يهضروا مع الاخر، مع الولائي تاعك من الولائي يتصلوا، وحنا نجيو ان شاء الله ونلقاو الباب ونشوفوا الباب كي يتفتح ونقدموا له انشغال تاع ان شاء الله يطمر علينا كامل على المستوى الوطني. بالمناسبة الزيارة هذه تاع ولاية قسنطينة، نتقدم بالشكر باسمي وباسم قدماء. قلت عندي هنا نتقدم برسالة شكر باسمي كمنسق وطني، باسم المنسقين الجهويين، المنسقين الولائيين، وجميع المناضلين المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية لقدماء الجيش الوطني بجميع الفئات. نتقدم هنا بالشكر لرئيس الأمن لولاية قسنطينة برتبة مراقب، اللي وصلوا للانشغال تاعنا وتصرف بحينكا وديزينا الأفراد من ضباط وأعوان عند الدائرة وعند الناحية لصندوق المعاشات، ورافقونا حتى تمت العملية الصباح، وبعد وزدنا رجعنا في العشية استناونا حتى قضينا أمورنا، حتى دخلنا استفسرنا وخرجنا وهما مرافقيننا. نقول له باسمي ونعود له الشكر باسمي وباسم قدماء الجيش الوطني الشعبي، نتقدموا بالشكر رئيس الأمن لولاية قسنطينة للشرطة وبرتبة مراقب. نقولوا بارك الله فيك، وحنا ماذا بينا كي نمشيو لجميع الولايات نلقاو هكذا الاستقبال والبواب مفتوح. هذه العمليه اليوم تاع قسنطينة اللي قامت بها الشرطه معنا، ان شاء الله تعمم على المستوى الوطني، كي نروحوا لجميع الولايات اللي شاف سيرتي الولايه يكونوا متفاهمين يرافقونا الاداره، نقدموا الانشغال تاعنا وحنا مروحين. ماذا بينا تعمم على المستوى الوطني. ونشكر سلك الامن الوطني وجميع الاسلاك، نقول لهم بارك الله فيكم. اخواني المناضلين، القضيه تاعنا راهي ماشيه، كاينش معلومه رانا نجيبوها ونوصلوها بكل شفافيه. المشكل درك راهو في التاديبي اللي مازالوا ما فاتوش في الخبره وقراف ومراد و ليسونسيال، ربي يفك حوالنا كامل. حنا نوجهوا منا نداء من المنبر هذا ومن الفيديو هذا ان شاء الله القياده ولا يتفرج فيه ويتابع في كل كبيره وصغيره على الفئه تاعنا، اللي القوائم الاسميه المتواجده بدار ابراهيم لجميع النواحي السته ان شاء الله يهبطوا على النواحي باش يتصلوا بهاد العسكري، يتصلوا بنا باش نفوتوا بالخبره الطبيه. القوائم راهي في دار ابراهيم واجده وتستنى في الامر وقتاش تهبط للنواحي على مربي. حنا ماذا بينا الكلام تاعنا هذا يسمعوا في دار ابراهيم وتسمعوا القياده وقياده الاركان المديرين المركزيين، ويشوفوا لنا مع دار ابراهيم ويطلقوا لنا القوائم الاسميه للنواحي باش نفوتوا في الخبره الطبيه في اقرب وقت. مازال في كتيب كبير، حنا مادا بينا الناس زربت تويت بويسك، حنا في الخبره الطبيه لازم نحتاجو العسكري، والعسكري هذا راهم كل يوم يموتو، راهم كل يوم يموتو. البارح في قسنطينة مات واحد وزاد مات واحد، واحد من واحد من، حنا نطلبو الاسراع في الاحاله على الخبره الطبيه. اونكا الله لا تقدر يموت السيد هذا وما استفاد، والعسكري هذا استفاد العائله تاعو وفات في الخبره، وحنا الباب الاول تاعنا هو الخبره الطبيه، توفر فيه الشروط يفوت الخبره الطبيه باش يسلك
وإلا كان الله لا تقدر مات، هذه الموت حق علينا كامل، أموا تدي العائلة تاعو المبلغ المالي هذا باش تعيش به. هذا واش غنقول. إن شاء الله الإرساليات ولا القوائم الإسمية تهبط من دار إبراهيم ليامات هذو إن شاء الله، وتمشي العملية كيما نهاية العقد. الفيديو هذا إن شاء الله ما يكونش ثقيل عليكم، هنا قدمنا الشيء اللي كاين وهضرنا. نطلب من جميع المناضلين ولا المنسقين الولائيين التصريحات اللي راهي تدور في فيسبوك حبسوها. انو لو كان تسمعوا ليا وديروا لي الوجه، ديروا لي الوجه كي نهضروا هضره، ومو الدوله تقول هادو عندهم لورغانيزاسيون مليح ويسمعوا لبعضهم وكذا، كي نقولوا نحبسوا لي فيديو ولا نحبسوا المنشورات نحبسوا ملو ما نوليوش نضحكوا، ما نوليوش نديروا فيديو ونطلعوا فيه خمسة ستة ونضحكوا والناس تفرج فينا، واحد يدير من واحد يدير من. سمحوا لي. الو الو وي وي يعني نسمع. أنا نتكلم مع المناضلين اللي قاعدين يديروا في لي فيديو وفي التصريحات والتعليقات وبعض المنشورات. إلا كان تسمعوا ليا باش نوصلوا لبر الأمان صح، كي نقولوا حاجة نطبقوها والدولة تقول عندهم هادو لورغانيزاسيون مليح ويسمعوا لبعضها. هاد الفيديوهات وهاد المنشورات حبسوهم من الفيديوهات. ثاني مانيش نضحك ولا جينا نضحكوا ولا حتى نضحك، يعني نهضر في لافيريتي. حبسوا الفيديوهات والمنشورات اللي كاين في جميع الصفحات. انا لو كتب تغلقوهم، تعرف شويه تغلقوهم، اغلقوهم. قلت لكم بليزير فوا الدوله، كي نعود نهضر انا بالدوله شامخه وخايف من الدوله، نهضر منا منا الدوله. قلنا داخله في مرحله خلاف، مرحله بخلاف هذه اللي فاتت، مرحله خلاف. ما تقولوا شو ما قلناش حنا باش نروحو مع الدولة ونبقاو مرافقينها في الكبيرة والصغيرة، لازم نحترمو الساع بعضنا باش نشوفو كان نمشيو مع الدولة. وكيف الدولة تديرنا، كيف الدولة هذه توقف معنا وديرنا الالتفاتة، لازم حنا تشوفنا نسمعو لبعضنا. الدولة هذه لازم تشوفنا نسمعو لبعضنا. هاي الدولة تفرج فينا حنايا الكبير والصغير. يعني قلت لكم في الفيديو اللي فات، هم يشوفونا كفئة غير قابلة لأي شيء. هذه والو، هذه الفئة والو. نقصروا من رواحينا بيدينا، ضرينا بعضنا بورية التنسيقية هذه، التنسيقية هذه، هذه التنسيقية وهذا الهيكل ما دار خير، ما سك الناس، ما جاب تسوية للناس، ما تعبت ناس، ما ناضلت ناس، ما عرفت الناس بعضها. يعني هذا هذا الهيكل كامل ما دار والو. هذا الهيكل وطنيا وعاد مسموح حتى عالميا ما دار والو. يا ومشاو بعد وصل الصدى ودخلوا المسؤولين للرئاسة والوزارة الدفاع، ووصلنا لانشغال ودفعنا الملفات والناس يتسلكوا والناس يساكنا والناس منو عرفت بعضها وتعاونوا. يا وننكروا، ننكروا هذا الهيكل كامل، نريبوه بيدينا، نريبوه بيدينا الهيكل هذا، تعبنا عليه نطيحوه، خليه يمشي بعيد باش يتمر، باش يتمر علينا. ما جيناش نلعبوا ولا جينا نضحكوا ولا حنا تاع مضحكه. نيو كبار حنا وعسكر، حنا رجاله، وحنا المطالب تاعنا شرعيه، المطالب تاعنا حنا نضال شريف. حنا كنا في مؤسسه، حنا كنا اكبر مؤسسه في الدوله، كنا حنا فيها، حنا كنا في اكبر مؤسسه. رجعناها معليش كيفاه. كي نقولوا حبس الفيديو، حبسوا الفيديو، حبس المنشور، حبس عليه، لا تجي تضحك. هاو قادر انت دير الفيديو من هي، وانا ندخل تما نقول مسينياليوه. هاي مليحه نقبيو بعضنا تما، نشعو بعضنا، سينياليوه يحبس، انا ندخل هكذا تاني، وانت دخل عليا، وهذاك يدخل على هذاك، وهذاك هذاك، وفسدوا. والناس دير فيه بعض التصريحات، لا تشوف التعليقات، التعليقات هنا تشوفوا
او شامخ او يدير او خايف من الدولة او يدير لها او فيها او فيه يوم ما توقفش مع الدولة تاعك ما يوقف معك حتى واحد، ولا ما عطاتكش الدولة هذه وما يعطيك حتى واحد، وانت سميني كيما تحب. ولا كان راجل، الا كان فحل، روح دير هيكل وهاي الدولة، يعني ما نعرفش. واللي قاعد يتبع فيا مهبول ورايح، وحنا فينا وفينا سيدي، كنت فحل وراه جيب لنا الحقوق، وهاي الدولة وهو الرئيس وراه جيب لنا الحقوق، وحنا نروحو علاه؟ ما قاعد انت لا حلال لا حرام، قاعد اللي يتحرك تخون، واللي يتحرك بهكذا تحط 10,000 في التليفون، ويروح الواحد يساكريفي والسخانة ويجيب المعلومة ويمشي، تجي انت طول تقيسو تقدفو تسميه، ما فهمتش انا. يعني سعيد شاقور اليوم لقيتو في قسنطينة، تلاقيتو في قسنطينة، علاه؟ ما من بالقضية جاي يسقسي، دخل عند المدير صندوق المعاشات، دخل مع الصباح وسقساه وفهم وراح روح، من بعد يدير فيديو ويهضر، نقول له بارك الله فيك، اللي قاعد يجري ويدير نقول له بارك الله، لصالح العام ماذا بينا؟ يا حنا باش نولي درك نهضر الهضرة الزايدة في الفيديو؟ إلي كنت كرهت أنا أنا وكثر عليك، يعني شابع أنا والله، ما تجري لا في هذه لا في التعب لا في الهضرة الزايدة، أنا ما منيش مخصوص، يا المحاين كامل عديتهم. واش هو الواحد يصبر؟ درك يدخن خير من طافية، درك يمشي خير من مكانش، خير لو كان مغلوقة خلاص. هذا الشيء اللي درناه كامل، هذا هو الجميل، هذا هو الجميل. باش تجي انت دايره الفيسبوك، انت قاعد في الدار تقيس في الرجالة، هذا هو تسمى، هذا هو الجزاء. باش تجي انت تطيح الواحد في الفيديو، تكتب له تعليق، ما تقولش والديه ولاده والناس، تقول شو يتعب، ما تقولش اي مسؤولية صعيبة، ما تقولش كذا، تجي ديريكت هكذاك مكسيليري. يا ما حبيش حنا نهبطوا للمستوى هذا، والله ما حابين نهبطوا، يعني نترفعوا شوي. كاينين الرجاله في التنسيقيه، كاينين كي نقول لك كاينين كاينين، يا وانت اللي ماكش، انت اللي بعيد. يا مسي وليد انا شوف هذه باه نجاوب عليك، وكاين الناس بزاف فاتوا عليك، ما تقوليش انا رحت لقسنطينه ودخلت عند معصم ومعصم ما جاوبنيش وما استقبلنيش وما دارليش. يا وقلنا عندك انت السيامات، روح حط ريكلامي في السيامات، الدوسي تاعك شفتو ما كانش، ولا روح عاود الدوسي حطو في السيامات. انا هضرت اليوم معاه، ما نحبش نهضر واحد الحوايج هكذا، انا هضرت معاه، كاين المشطوبين اللي دافع في التنسيقية وفي المنظمة وفي السيامات، ومدوا الواحد ومدوا الواحد يخدم تما، كاين اللي دافع 10، ما نحبوش نهضروا لهذو الحوايج، والله ما نحبو نهضروهم في الفيديو، ما من تواسوا عليهم فريني وانا لداخل ويقول لي واش ها تلقى واحد نهضرها في الفيديو، نقول له خلي فوت وخلاص. تلقى العسكري خادم 10 دواسة، 10 دواسة خادم مد الناس كامل، وبالك هو دافع في البريمير ودافع في الدوزيام، هو من المسينكي ومدير ريزيدونس بالك في ورقله، وزايد دافع في تامراست. بون ما نطولوش عليكم في الفيديو هذا، حنا جاوبنا واستفسرنا ما يمكن الاستفسار عليه، شكرنا اللي وقف معنا، وضحنا ما يمكن توضيحه الشيء اللي صار على المستوى الوطني، قلنا الريسبي اوبليغاتوار، قلنا هذه صفحات التواصل الاجتماعي تجنبوها وكون تصيبوا حبسوها. يا سيدي اليوم 27 ولا 28 ولا 23، كي نحبسوها شهر واش اللي نحبسوها المستوى الوطني شهر، حبس الفيديو، حبس المنشورات، كي تجي كانش حاجة والله ما تخبات، غير نهضرها بكل شفافية. كيف انت يعني تجيب المعلومات ما نقدرش نجيبو، انت يلاك تعرف حنا ما نعرفوش، ايوا ما حبيش نهضرو، حنا ونجريو بالشي اللي نقدر ونجريو، والمعلومة نجيبوها، تعود كاينة نقولو كاينة، ما كاينش ما كاين. مين نجيش كل دقيقة أنا فيديو منشور ومنشور وخلي الدنيا داخلة في بعضها، والسخانة والناس مقلقة والناس مراض والناس تحوس على التسوية وتجي الجواب، يقول لهم اليوم كاينة وغدو يكتب منشور يقول لها واني سمعت برك، والآخر والآخر يا شوية.
ما نطولش انا هذا، والله جيت ندرس انا على الناس هنايا، والله حنا وكبار الريسبي. شوفوا كان حبسونا الفيسبوك هذا يحبس خلاص، حبسوه على الاقل شهر، الشهر هذا حبسوه. تجي حاجه جديده ان شاء الله والله توصل، كي نقول توصل والله غير توصل. اخر اخر نقطه في عين قزام في الولايه اللي تحت في الصحراء توصل، اخر نقطه توصل المعلومه. حنا واش كان نتريكلو خليه هكذا يدخن خير من طافيه. الا كانت كرهت انا كرهت كثر عليك، الا انت شبعت انا كثر عليك، الا انت عندك مشاكل انا كثر عليك، الا كانت راك تدور غير في ولايتك انا كثر كيما تحب انا كثر. نصبروا على بعضنا او ما نقدروش نرجعوا بخطوه للور، ما نقدروش نرجعوا ومشينا ونروحوا ان شاء الله للمليحه. انا واش راه نقول لكم، تهلاو في رواحكم، كاينش حاجه جديده ونهضروها، ما تسرعوش التصريحات هذيك وتخليو المناضلين داخلين في بعضها. ما تسرعوش ما تسرعوش ما تسرعوش. يحب واحد غدوه يا خويا يدير فيديو باهي باهي ويلم الاسئله ونطلعوه هنا في الفيديو ونجاوب، ونجاوب على المستوى الوطني، نجاوب واش كاين بكل شفافية. عندك سؤال حطه ونجاوبوا عليه. ديروا شوفوا الصفحه، شوفوا كاينش واحد يا خويا يكتب لنا الاسئله ونطلع انا. عبد تسقسي عليا، تسقسي على الكبيره والصغيره، انا نجاوب. دير مناظره، دير سؤال كيما تحبوا، والله غير نجاوبوا بكل شفافيه. بصح نبقاو هكذا قوش دروات ونكسروا بعضنا ونهضروا على بعضنا، ما كله حنا وكبار ناس بولادها بفاميلتها، الناس يتفرج فيها، الدوله تتفرج فينا، ما كله. حبسوا الفيسبوك هذا تراش ونشوفوا واش اللي راه يتبدل. انشر الفيسبوك تاعك خاص بك، انشر الصفحات هذوك اللي خاصين بالقضيه. الفيسبوك تاعك ما تحكيش فيه على القضيه خويا، احكي حاجه انشرها خاصه بيك ليك، على القضيه ما تحكيش. وهذا ما يديرش وهذا ما يديرش، وما نديروهاش وطنيا ونشوفوا تراش كيف. لا تتمر لا ما تتمرش، تهلاو في رواحكم. انا نبدا نشوف التعليقات، وانا الفيسبوك هذا راني نطلع، واللي يسهل باش يبقاو يبقاو، واللي ما يسهلش باش يروح ونحيه من الصفحه مهما كان صيفته. وما جيتش انا هنا نضحك ولا جيت نلعب ولاد الناس، الناس مدايره فينا ثقه، الناس راهي ما عندهاش صح وهي ساكته. الناس تهد الجبال رجاله صح، الناس محاكمين في ربي وصابرين. يبان حكمه كامل في بعضنا والحكمه في ربي، وهو يسهل علينا ان شاء الله، هو يسهل علينا عن قريب ان شاء الله ويسهل. هذا واش راه نقول لكم، وتهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.